يا مساء النور، يا مساء الفل على كل من يشاهد فيديو هذا. ان شاء الله نلقاكم بخير ونعمه وصحه. اعطيكم في فيديو جديد، نهايه اسبوع موفقه للناس كلها، ان شاء الله كلها راحه وكلها اطمئنان بين عائلاتكم. عدنا في فيديو ان شاء الله باش تلقاو فيه برشا حاجات تفيدكم. واول حاجه قولوا لي اش عاملين، اش عامل فيكم البرد، اش عامل فيكم هالجريب اللي يدور. انا واحده من الناس باش تحس صوتي هكا شويه تعب، فما نتصور ميكروب قاعدة تدور هكا تأثر على المفاصل وتأثر خاصة على وجيعة الرأس. أما هذاك ما يمنعش من أم من مسؤوليتها، وخاصة خاصة الأم. اليوم باش نحكيو على المدبرة، الأم الخلاقة، الأم اللي من حاجة بسيطة تنجم تعمل برش حاجات. روتين هذا ديما تحبوه ونحب أنا دي جا نصوره لكم، هو روتين نهار الجمعة في العشية اللي قلت لكم نخصص فيه الأطباق نهاية الأسبوع. معناها ناخذ الحاجات اللي عنا في الفرجدير، ولا نقضي بصوم معينة ومن هذوكم نطلعوا منيو متاع الأسبوع متاع نهاية الأسبوع. إن شاء الله نوفق في الاختيار اليوم باش يكون حلو ومالح وحاجات زمنية وحاجات مودير. حاسيلو ما تفلتوش الفيديو، خليكم لاخر الفيديو. توكلنا على ربي وجبنا لهنا سميد، خذيت كيلو سميد، سخنت شوية زيت زيتونة، لذته مش مسخنته، صبيته على السميد هذاك وتبثثوه هكايا. كاينة باش نعملو مقروضة مشوية، راهو السميد معناه كي نقول زيت نقول ربع كاس صغير. وخذيته هكايا بعد معناها ما بلك شويه سميد هذاك بزيت زيتونه. اليوم باش نعملو خبز طابونه، اي اللي مستحشين خبز الطابونه باش نعملو خبز الطابونه مش في الفور، خليكم لاخر فيديو. بعد هيك خذينا شويه ماء ملذذ وخذينا خميره الخبز وبدينا باش نعجنوه. قلنا عاده توا احنا ما عندناش نستعملو هكا العجينه هذيك، خاطر الخبز السميد معناها تعلقهولنا. بعد ما لميناها الخبزة بالقداء باش ناخذو توا الملح باش ما الخميرة تتفاعل هكاكا وما تقتلش الملح، ما يقتلش الخميرة. وبدينا نلفو معناها نقاديوها بالقداء بالقداء، وبعد نمشيو لبلون دو ترافاي. ولهنا يا حبة ذي ديما البنات كي تشريو شريو كلوحات الكبار موجودين خاصة في ليكايا لهنا، ولا تنجم حتى عند نجار انتوما في تونس يصنع لك لوحة اللي هي تنجم تكون بلون دو ترافاي، معناه تحطها فوق الغاز فوق الطاولة وتخدم عليها حاجة. قد ما تصوروش قداش تعاون. انا تو مثلا كي جات عندي لوحة كبيرة هكا راني فوق الطاولة ونخدم عليها، ولا حتى بحذ الغاز طيب عليها الملاي وطيب عليها الخبز. ان شاء الله ان شاء الله هذه حاجة من الحاجات اللي نشريوها. وديما وانتي تخدمي كي ترى حاجة اللي تسهل لك الخدمة حطيها في بالك وعملي لها حسابها، خاطر حاجة من الأولويات، خاصة انها تربحك في الوقت وتسهل عليك انك تمسخ البلون دو ترافاي من بلاصة لبلاصة. مجرد لوحة تنجم حتى عند النجار تعملوها. دونك انا جيت البلون دو ترافاي لهنا وبداية شفتو براحة اليد وتعلقها هكا، والله الخبز يا باليدين يجي محليه محليه. وبعد نلفوها هكا ونحطوها الخبز طابونة ما يجيش كما نقولوا احنا لهو يابس، ولهو زاده كيما الخبز الفور. خبز الفور يجي معناها طري اكثر. ساي حطيت الخبز يخمر على روحه، جيت لهنا باش نكمل بقيه الاطباق نتاعي ونعمل دوره في الكوجينه نتاعي، ننظفها كل ما نخدم حاجه ننظفها. لهنا قاعده نوريكم في المنديله هذه نتاع ليكيا كالبيوز، ما تحطوش لهم الجفير، حطيت لهم الجفير يا اخي صفارو، معناها بما يدلك انك مش معنى تشري حاجه من بلاصه وتقول ليه راهي ماركه، مرات الماركه هذيك ما تكونش ماركه. هذه سايي وبديت ننظف وانتي تدور حتى حاجه مسخه كتعمل عليها تلعيبه كما تقولهم يذكرها بالخير. مشيت لهنا اليوم ديما في الويكاند هكا نقول لكم حاجه من محبذاتي. اليوم باش نوريكم السبناخ اللي نشريه انا، مش السبناخ كونجيلي، هو السبناخ اللي يبدا في ساشي ويبدا ورق، معناها يبدا هو سبناخ حي اما يبدا سوتوفوتو كما اللي يقولوا فيها هذيا.
هو سبنيخ هذاك راهو خير من الكونجيلي ب 1000 1000 1000 مره. شنو عندنا اللحم مفروم اللي قلنا نعملوه كعاب ونخليه للطوارئ، انت مريضه انت تعبانه تنجم حتى تغلي شويه ماء وتصب فيهم الكعاب هذوك مع شويه طماطم الا ديجا اولادك فطروا. جبت الخضرة متاعي كيما قلت لكم ديما ونحاول نكرر فوقك الطاولة هذيك هي اللي تحط اللي باش تخدم عليه كلها، باش كي تنظفها تنظفها مرة واحدة، ما تقعدش مثلا تنقز من اليمين لليسار. وهذيك علاش قلت لكم إذا بكم عندكم لوحة اللي تخدموا عليها، خاصة الخبز الملاوي ولا أي حاجة فيها خبز، يبدأ عندكم حاجة هكا كبيرة كيما البلون دو ترافاي تحطها بارتو وتخدم عليها، تربحك في برشا وسخها على البلون دو ترافاي. باش ننظفوا لهنا الخضره نتاعنا، الخضره تنجموا تعملوا لها قطيره خل، مش الخل نعملوا به نغسلوا به الغاز ولا لا، الخل الاخر يبدا كي مصور عليه كعبه ثوم لهنا ولا كعبه بصل، معناها صور عليه خضره. المهم انك نغسلوهم بالقدا بالقدا، خاصه هذوما راهم فيهم دي ميكروب ولا ديزانسيكت، سامحوني ديزانسيكت يشدوا فيهم، وهذي ما يبداش فيه ساقين راهو برشا البنات. هاو كان غسلناه مره اثنين ثلاثه للي الماء ما عادش فيه رمله بالكل كيما تشوفوا. وماذا بكم ديما اللافابو نتاعكم فيه هذيك اللي باش ما يتسدلكمش الصفايا، خليها تصفى على روحها. ونمشي احنا للخضره نتاعنا كي نقولوا واحد معناها هكا غريبي ولا هكا تعب ولا يحس هكا في روحه كما نقولوا مدقدق، لازمنا باش نعملوا هكا فطير يرد الروح ولا يرجعنا شويه من النشاط نتاعنا. وكي نقولوا نشاط وكي نقولوا واحد باش يرجع فيه الانرجي، من الحاجات اللي نمشيولها هي السبناخ والعدس. وكي نقولوا حاجتين هذوما يجي في بالنا احنا مرقه الخضره. اليوم باش نوريكم طريقتي في مرقه الخضره تجي بنينه بنينه، ما نحكي لكمش على البنه والله العظيم اللي جيت فيها. كالعاده شادي شنو تعمل حوايج بيتي دورو بيا، الماعن الكل، كسار الكل، الفاح الكل ندورو فوق الطاوله. وكما قلت لكم واحد تعب ديما 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 يحاول باش يركب الكسار الكل مع بعضهم، باش انتي واقفه انتي واقفه. وهذه هي روتين نهار الجمعه، باش في الويكاند نجمي تخرجي تلهي بروحك، تقري ولادك توا اللي مهم مهم برشا، وانتي تبدي ديجا عندك في الفريجيدير ما طيبتي ولا عندك في الفريجيدير الكسرولة اللي نسميوها الوقت الطوارئ ولا وقت المرض. باش نلوحوا لهنا مع بعضنا المقرونة ديما اللي تبع متاع ولادي، باش نعملها لهم بالكعابر، نعمل فيها زوز مغارف في طماطم هنا، والفيحة باش نوريكم توا باش نفوح معاكم. والكسرونة لهنا عملت فيها بصلة وعملت فيها لحم بقري والاخرى بالكعابر الماء سخون، باش نحط لهنا الفلفل زينا العادي، ونحط غاديك الفلفل المكوش هذاك المهروش نسميوه احنا في تونس، اللي يبدا ذيك حار يبنن معناها مرقه الخضره. ولكن عندكم هريسة عربي، هريسة عربي زيت تبنن الخضره على الاخرين، ما عنديش نستعمل في الواحد هذاك في الفلفل هذاك. والكركم، الكركم من الحاجات زيد اللي مهمه برشا كي تبدا هكا تحس في روحك تعبانه ولا حتى الاورجانيزم تاعك ماهوش قاعد هكا يستجيب للدواء ولا حاجه، غليه حتى شويه ماء لذوه، حطوا فيه شويه كركم. ولا كان عندكم يا حبذا عندكم الكعب السيق نتاع الكركم هذيك، مهم برشا راهو باش يطردك السموم في الجسم نتاعنا. واحنا بطبيعه التوانسه كلنا نستعملوا الكركم في الكسرونه نتاعنا. هذه هي المراه بالحق الام اللي مرات من شويه حمص شويه عدس تنجم تعمل لك برشا تناجر. هذه هي الام اللي معناها بالخبره ولا تعرف كيفاش، فما معناها عباد كي تمرض تقولك لا انا مع معناها نمشي نشري اي حاجه ولا لا تعبانه ولا حاجه، وفما ام بالخبره نتاعها معناها لا فراتها ولا تفريت، هو هذيك هي لا هي تعب روحها ما هي تعرف كيفاش. مثلا من ساعه من زمان تنوريكم كيفاش شنو قداش من حاجه تنجم تعمل. احنا من بكري قلت لكم شو عملنا كيلو سميد، باش نوريكم من العجنه هذيك شنو باش نعملو. خمير الخبز نتاعنا لهنا انا راني نستعمل الخميره الفوريه البنات ماهيش الحبيبات،
ماشي الخميره الاخرى، خاطرش نحسها في الشتاء الخميره الفوريه الحقيقه تخمر خير. باش نقسمو لهنا باش ناخذو ربع ماك الخب من العجينه اللي خمرتنا هذايا، وباش نعملو فطاير زمنيه، فطاير تنجمو تسميه خبز حلو، ما هي فطاير صدقوني تجي كيما الفطاير بالضبط، من الحاجات اللي تنجم انتي تستعملها وديما نقولها انك تعجن عجينه وبعد بال معناها كي تركز من العجينه هذيك شنو تنجم تطلع، تنجم تطلع ما شاء الله من الافكار من عندك، ما غير ما معناها تقعد تلوج ربع ساعه ولا 15 ساعه ولا شنو نطيب شنو عندي، لا هذيك الريسيت ناقصتني حاجه ولا ناقصتني حاجه، وحدك من حاجه تنجم انت تخرج منها برشا حاجات. عملنا دينا بالزيت قعبرناهم صغار، وباش نمشي ونشوفوا شنو نعملوا بهم توا، لو طون كيما قلت لكم ساعه ونص عملت هذوما الكل. تحبوا مره ندخل بتحدي معاكم بالوقت ندخلوها؟ هذه هي السيل بلاش مهم برشا، مرقة الخضره بلاش ماء، معناه دوبا كيما شفتوا الماء وتخليه الكل تيبك الخضره نتاعها باش تسيب الماء. اللي احنا عملنا معدنوس وعملنا سبناخ وعملنا كيما قلت لكم حمص وعدس، عدس الاكحل مش الاحمر باش يطيب بالكدا، وعملنا اسفناريا، وبعد باش نحطو قرين فلفل. هذه هي مرقة الخضرة، معناها سهلة ماهلة، أما ما تصوروش قداش في لقيت هذية مهم باش ناكلو الحاجات هذوما اللي ديجا كيما قلت لكم القريب هذا يدور على معناها تحس حتى العظام نتاعك توجع فيك. ماذا بينا نقصوا من الدوايات ونمشيو للأكلات نتاعنا الزمنية هذوما، والله فيهم برشا معناها فوائد لينا ولصغارنا. حطينا الزيت يسخن وباش نحطو كعبة فطيرة، حتى كعبة فطيرة هكا مع شوية عسل وانتي مريضة مع كاستي ما ميصيرش، عديها في الويكاند عديها. هذا هو نفسه العجينة، ما عملتش معناها اترومو خبز اخر ولا فطاير اخرى في وقتكم من العشية باش نعمل الجوتي لولادي، ما قعدتش باش نقص على خدمتي الكل ونمشي نعمل مثلا حاجة اخرى ولا حاجة، لا لا، من هذاك نصنع تشوفوا تصنيع الطاولة اصلا كعبة فطاير، شفتوهم كيفاش نفخت، هما نفسهم الفطاير اللي يبيعوا فيهم، نجمي تعملي كبيرة صغيرة قد ما تحبي. بيان سور الحاجات هذوما مش يجي وليدة اللحظة وانتي بعد ما عملتي شوية معناها سميد، يبدا قلت لكم تدخلي للكوجينة ديجا في المخ نتاعك شنو هي شادي باش طيبي كذا وكذا وهذيك باش تنحي منها كذا وكذا، باش انتي تبدي ما تزيدي شيء وما تنقصي شيء. اكثر حاجة تعب المرأة ولا تخليها واقفة برشا في الكوجينة هو عدم البرمجة، نحنا ديجا باش نولو امهات مبرمجات كل برمجة معناها باش تعملي كذا وكذا وكذا. حطيت السكرين خاطر ولادي يحبوا السكر بهذا ما يحبوش العسل، دونك هاك السكر هذيك ما نحكي لكمش، وعملت لهم كيس بسبيس هذيك ومعاه شوية رونجية، اي وحطيت فيه شوية كروية، والله الكروية به هي برشا للقريب هكا شفتوها كيفاش تولي لونها اصفر، وكيما قلت لكم كينك بالحق بالحق تزيد تعمل فيها شويه كركم، امنا نعرف الصغار ما يشربوش باهي برشا، راهو معناها تصوروا كركم وانتي تشربوا معكم فيزيوم سيرما باش يكون عنده تاثير حتى على الصوت نتاعنا. هيك هذيك كعبه الفطاير ما يسالش مره في الويكاند نعديوها، اون بليس كلها سميد راهو، معناها هذه كلها سميد ماهيش فارينة، قد ما تبعدوا على الفارينة قد ما خير مهما كانت ضرر متاع الحاجة المقلية. صحيح هذيك تو فطرنا والحمد لله، وقمت باش نطيب حاجة مالا ويكاند وما نطيبش حاجة حلوة. هذه حاجة أنا نوعدكم أي حاجة باش نخليها حاجة صحية، أي حاجة في المطبخ التونسي وبنينة وعلى الاخر ما فيها حاجة تقولي ما ناكلهاش خاطرك شي هذيك، انا باش نخليها لكم صحي. خذيت هذيك اللي قلت لكم ما يختنيش، هذيك صحفه الشوفان اللي نرحيها اخر كل جمعه ونعمل بها حاجات، وان شاء الله في الاشهر الجاي تكون في بلاصه الشوفان باش نستعملوا برشا حاجات اخرين
صحيين صحية، وخديت عليهم الدرع. الدرع معناها قد ما عندك انت، انا عندي يمكن انا جاوني صحفه 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 درع صحفه شوفينه، باش نقول لكم قد قد انت بيان سور راكي الدرع تنجمي تضيفي اكثر من شوفين. خديت كارتين عظم، خديت مغرفتين صغار نتاع السكر، هذايا مغرفتين صغار تنجمي انت تعملي مغرف عسل كهو، تنجمي تقصي كعبيت هكا دوبلاش تمر جوست على كل ذوق نتاع الحلاوه هكا، ومعناه وكان بقلبك بقلبك تنجم تنحيهم جمله. خذينا لهنا كما تشوفوا زيت زيتونه، معناه ربع كاس زيت صغير، وباش نعملوا الميلونج هذا كله، وباش نعملوا شنيه هذه الدرعيه ولا بسكويت درع تونسي الزمني. نحينا الفرينه حطيناها شوفين، وهذا الميلونج خلطناه بالكدا وباش نغربلوه. حاجه صحيه وبنين على الاخر على الاخر على الاخر، ومشت هي. وكما قلنا احنا توا هكا في الموسم هذا نتاع تاع الانفلونزا نقول، ولا نتاع المرض، عافينا وعافيكم الله، وان شاء الله ربي معناه يلطف بالناس الكل. نحاولوا ديما باش نمشيو للحاجات الصحيه. الدرع نعرفوه اللي هو قداش فيه حاجات صحيه، شوفين زاده، وباش نضيفوا له شويه، عندك لوز، عندك جلجلان مرحي، عندك نعرف زوزه. خليوه يرتاح شويه باش يشربك السائل، وبعد باش نكعبروه لهنا ونجيو من اللوطه نعملوا له هكا كيما الراس، ونغطسوه في اللوز. وهذا هو الدرعيه نتاعنا، حاجه كويستي، حاجه بنينه. نجموا راهو تعملوا لها فورمه واحده اخرى، اما هي هذه هي فورمتها، حاجه زمنيه. عملنا لها هكا راسكله، ولا غيرنا فيها حسب الزمان اللي احنا فيه، اللي لطف يا ربي كله امراض، من عملنا كالتلقيح والصغار في سماء ولا ما يمرضوا. واحنا هكا الام ولات بخبرتها تعرف الحاجه الصحيه، الحاجه اللي تولي من الصيف، الحاجه تولي من الشتاء. لاحظوا اللي الامهات كلهم معناها سبحان الله ولاو عندهم ان كونتكست، معناها ما كلت الشتاء ما كلت الصيف، معناها بالحق ما شاء الله عليهم الامهات، والله امهات الكل مش من توا حتى من قبل. انا نذكرها ديما امي كانت بالحق كي تعمل لنا الخبز، تعمل لنا منه الفطاير هذيك، والله العظيم معناها الامهات هذوما يلزمهم صدقوني، هما الامهات اللي سبحان الله. نتصور انا الامهات الكل باش تدخل الجنه، خاطر قديش شوفوا معناها مريضه ولا تعبه ولا حاجه، ما ديما تعطي وديما تعطي الخير مهما كانت الظروف اللي هي فيها. ديما تصوروا الجزاء معناها باش تلقاها عند ربي. شوفوا قديش معناها تحاول باش تحافظ على ولادها، تحافظ على الاورجانيزم تاعهم، تحافظ على صحتهم، تحافظ على نظافتهم. معطاء وكل عطاء هذاك الكل راهو مش باش يمشي ببلاش. شوفوا دخلتها للكوجينا بركه، قديش فيها ابداع، قديش فيها تعب، وقديش فيها انا نصوروا جزاء ان شاء الله. شفتوني قاعده نعمل في الخبز غادي، ولهنا راهم سبعة دقائق بالضبط، معناها ما اكثرش. وبعدين نسكر الفور ونحل باب الفور ونخليهم شويه. هذه المقرونه نتاعنا سايي بلاش ماء، هذه طفيت عليها سايي خاطر بعد نحط لها قرن فلفل وكهو. وتنوريكم مرقة الخضره كيفاش تطيب، ما تجيش مشوكه الخضره بالسميد. لهنا باش نعملوا خبز تابونه اليوم، باش نعطيكم فكره وباش نقول لكم حاجه. اذا تحبوا انتم مشاهين خبز تابونه، الخبز التابونه يطيب على الفورمه هذيك نتاع البيتزا كيما خبز التابونه بالضبط 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 بالضبط. خاصه عملنا له كتبسيسه احنا بزيت زيتونه، بالله العظيم يا كاينك عامله تابونه في الدار. خليوا شروحكم هكا مستعجلين حتى شيء، كيما قلت لكم بالفكر بالتجربه تولي عندكم معناها هي الخبز هذاك يجي كي من هكا، الخبز هذاك يجي كي من هكا. هذيك سخناها وبعد حطيناها في الاثنين، اللي عنده منها هذه سخناها وبعد على حطينا في الاثنين. المره اللي فاتت كنت عملت لكم خبز التابونه اللي عملناه في الفور، وعملناه في القلايه هذيك الحديده
مطلقه ليلي تبدا معناها يدها تدخل. وكيما قلت لكم ما عرف يا القنيطه عملتو على الياجور كله كله. قد ما تركزي على كوجينتك وعلى افكارك قد ما تبدعي. سي قاعده نطيب في الخبز التابونه من هنا. الدرعيه نتاعي طابت اللي الجاي كيما شفتوا شعلنا الضوء ودخلت الحوايج. وهذه هي الام، هذه هي ان شاء الله. واحد ما يقولش يا حليلي تعبت يا حليلي مرض الشكوى هذيك الكل، بالعكس باش تقلل لك من الاجر نتاعك. خلي كل قول يا ربي عاوني، تدخل قول بسم الله يا ربي توكلت عليك يا ربي عاوني. هذه هي معناها اللي عندك قول الحمد لله وطيب منه حاجات وابدع منه. هذه هي الدرعية شفتوها كيف جيت مفلقة غديكة، هذيك دلالة على نجاحها. هذه هي خبز التابونة، هذه هدية للمتغربات الكل. اسمعوا البنات كرة واحد يجيبك خبز هكا التابونة هذيك متاع الحديد، منصورش خليكم تتعدوا بها، منعرفش شكون جابتها تخلي لكم تير لهنا. هذه هي كها ونقبوها كيما خبز التابونة، فطريها بيدك زيادة غاديكا باش ما تجيكش منفجة. انا وليدي نحبوها كل خبز يبدا يتقرمش، كان بالصوت لهنا وريتكم تقرمش نتاعها غير عادي. هذوما هما الدرعية نتاعي كيما وعدتكم ان شاء الله ان شاء الله. اذا تحبوا لي روتين هذوما نتاع نهار الجمعة، الروتين اللي فيه منيو نتاع الويكاند، في برشا افكار، في برشا دبرات، فيه من حاجات عنا في الفريجيدير نجم تصنع ما لا نهايه. حطوا لي برشا كومنتارات على الفيديو هذا باش ان شاء الله يا ربي يا ربي يعطيني القوه نعمل لكم كل نهار جمعه. كما شفتوا لهنا حطيت باش نطيب نكمل. سايي باش نحط العشاء الصغار المقرونه، حطوا فيها ورقه رند البنات كي تسمتوا المقرونه راه هاي طابت جيست هكا. تختار لي صلصة، حطيت فيها ثوم والورقة رند ورقتين رند، وفي الاخر نعمل شوية تابلو كروية انا معناها لأي طنجرة نعملها. هاي المرقة كيفاش تبديش فيها ميرة، تبدا. وهذه خبز التابونة متاعنا خليناه للاخر باش ناكلوه سخون. هذا مع طريف زيت زيتونة وعسل الصباح زادا ما نحكي لكمش، معناها تنجم تعشيو منه ومتغدويك الصباح دوبا. نعطيكم هذايا حطوه في القلاية الهوائية وذكريني في البنة اللي تجي فيه مع شوية زيت زيتونة وشوية عسل اللي انتي دبرتي فطور وليداتك، ولا شوية زبدة كيما يحبوه ولادي، ولكن ولادك يحبوا الحار شوية هريسة وشوية جبن. هذوما خبيزاتنا. تراو انتم ثلاثة خبزات، راهو مش ثلاثة خبزات، هم زراعه خبزتين تكليو ما شاء الله، وجيو كبار مش كيما خبز الفور. معناها خاطر الفورمه نتاع الفورمه نتاع البيتزا كبيره، انا هي جوست في الكاميرا خاطر من بعد انا باش تجيكم باش تجي ضاوي. اما هي راهي خبزه ما شاء الله، كخبز عرفتو خبز التابون اللي بيعوا فيه في الكياس هذيك نتاع تونس، هكاك خبزه كبيره كبيره كبيره. هذه هو عشينا، هذه هي المرقة الخضرة. شفتوا كيفاش ما يجيش مشوك بالكل، معناها الخضرة هذه كانت يزمها معناها تجي طايبة بالقدي 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 وما يجيش ميها. وكل الحمص والعدس يزمهم طايبين. هذه معناها تكري منه صحن تقومي ان شاء الله لاباس عليك مع كعبتك الفطاير والتيزان اللي عملناها بسباس والكروية وشوية هكا طرنجية هاكا. معناها وانتي طيبي ما تنسيش روحك باش تقومي وتنجمي ام تقدويك زادة تكملي المشوار متاعك. هذه هي مرقة الخضرة، وهذاك خبز التابونة تاكليه بيديك، ولا معناها بالخبز مش بيديك، تاكليه بالخبز ولا بالفرشيطة كيف كيف، ولا حتى بالمغرفة. كله منفع كله منفع كله منفع. معناها الناس اللي عاملة ريجيم صحيين كيما كيكا وتنحي الخبز تحسي روحك تقنعتي وتحسي روحك كليتي حاجة فايدة، ومعناها
لتأنيب الضمير، لهم زيتة، لهم طمطمة، وكلها خضر. هذه خبز متاعنا. دونك الويكاند الفات كنا عملنا باجيت، والويكاند هذا عملنا خبز تابونة. ان شاء الله كان حينا ربي الجمعة الجاي ان شاء الله تلقاو ديما حاجات مختلفة، وديما حاجات كي نقول شبه صحية، شبه صحية اذا ماهيش صحية بنسبة 70%. مهما كان قلت لكم ضرر الخبز اللي بالسمين ما يكونش كيما الخبز بالفارينة. هذه هو مرقة الخضرة متاعنا باك الحمص. وك نحكي لكمش على العدس، الميلونج بينه وبين الحمص قداش جي بنينة. هذه المقارنة اللي بالكعابر، وهذه كدرعية متاعنا. دونك هذه هو شنو طيبنا للويكاند. ان شاء الله الافكار هذية بيان سور ندعموها، وان شاء الله نحاولوا نجدوها. وشكرا لكل مرأة تقوم هكا من حاجة بسيطة تنجم تعمل برشا حاجات. شكرا للمرأة اللي تنوع كل ويكاند وكل يوم. هذيك هي المرأة اللي بالحق نقولوا لها شابو، نقولوا لها نكرموها، ونقولوا لها واصل. وشكرا لكم انتم اللي شاهدتوا الفيديو. بسلامة وإلى اللقاء.